وكانت مملكة البحرين قد حققت إنجازا تعليميا باهرا بحصول مدرسة الإيمان الخاصة فرع البنات على المركز الأول في تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، متفوقة على 41 ألف مدرسة، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتكريم المدرسة في الحفل الختامي للتحدي الذي أقيم في إمارة دبي اليوم. مبروك لمدرسة الإيمان من مملكة البحرين. وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن أخلص التهاني والتبريكات لمجلس أمناء مدرسة الإيمان وهيئتها الإدارية والتعليمية وطالباتها وأولياء أمورهن بهذا الإنجاز التعليمي المشرف في هذا المحفل العربي الكبير، والذي يعكس مدى الاهتمام والعناية والجهد الذي تبذله المدرسة، ويؤكد حجم التطور الذي تشهده المسيرة التعليمية في وطننا العزيز في ظل قيادته الحكيمة يحفظها الله ويرعاها، لا سيما الجهود المبذولة لتشجيع الطلبة على الاهتمام بالقراءة باعتبارها إحدى أهم مصادر العلم والمعرفة، خصوصا قراءة الكتاب العربي لتعزيز إتقان اللغة وتعزيز الهوية العربية بكل أبعادها اللغوية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا للإنجازات التي حققتها المملكة في الدورة الأولى من هذا التحدي المعرفي الكبير، الذي جاء بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سبق لمدرسة الإيمان الخاصة قسم البنات في العام الماضي أن حققت المركز الثالث على مستوى المدارس المشاركة، فيما حققت طالبة بحرينية المركز الثالث بين ملايين الطلبة المشاركين في مختلف الدول. وأكد الوزير أن أبرز جهود الوزارة لتشجيع الطلبة على القراءة تتمثل في تخصيصها مركزا لمصادر التعلم في جميع المدارس يحتوي على كتب ومواد تعليمية متنوعة، فضلا عن الحواسيب التي تمكن الطالب من الدخول إلى مصادر المعرفة المفتوحة، إضافة إلى إنشاء 9 مراكز مصادر معرفة عامة موزعة على محافظات المملكة تحوي آلاف الكتب في مختلف المجالات، مع تضمين كل مركز منها مكتبة خاصة بالأطفال، إلى جانب تنفيذ مشروع القرائية في المدارس الابتدائية، والذي شمل توزيع أكثر من 2500 قصة على هذه المدارس، وتدريب المعلمين على استراتيجيات القراءة المشتركة داخل الفصل الدراسي، بحيث يتعلم الطالب كيفية قراءة الكتب وتلخيصها والاستنتاج منها، فضلا عن تنظيم الوزارة سنويا العشرات من الأنشطة والمسابقات المحفزة على القراءة والبحث. وكان الوزير قد حضر الحفل الذي أقامته مدرسة الإيمان الخاصة اليوم، حيث تم إعلان حصول المدرسة على هذه النتيجة المشرفة.